عزيزي مشاهد أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. أرحب بكم كتلاميذ للمسيح. ده امتياز كبير قوي، ده لقب أعطاه المسيح للناس اللي قررت تمشي وراه، ده اللقب اللي المسيح أعطاه لينا. عايزك تحتفظ بيه في قلبك، عايز يكون ده علامة على إيدك وعلى جبهتك وفي أعماقك، إن أنا تلميذ للمسيح. ده اللي هيغيرك، ده اللي هيخليك كل يوم عايز تتعلم، وكل ما بتتعلم بتحب تتعلم، لانك بتشوف قد ايه ده بيغير من حياتك وبيغير من تصرفاتك، وبالتالي بتشوف النتيجة الرائعة اللي انت بتحصدها من هذا الامر. في رحلتنا اللي مشيناها ديت في العلاقات الزوجية وصلنا لغاية هعمل ايه في الاختلافات اللي قابلناها ديت واكتشفناها في رحلة معرفة الآخر، وقلنا عندنا سكة من اتنين، يا إما أحاول أغيره يا إما أقبله وأنا أتغير، وإن السكة دي مسدودة وأغلب الناس ماشية فيها وما بتنجحش. وفر جهدك، أنت بتدمر في شريك حياتك، أنت مش بتبني هذا البيت. السكة التانية سكة مفتوحة وأكيد تقدر توصل فيها لنتائج عظيمة، إنك تقبله زي ما هو، انك من حقك تتكلم في المواقف اللي مش عاجباك لكن مش في الصفات اللي مش عاجباك. وعلى الناحيه الثانيه انك بالنسبه لنفسك تكتشف عيوبك عشان تتخلص منها، وتكتشف الاختلافات عشان تتجانس فيها مع شريك الحياه. خدنا مثل للاخطاء الغضب، طبعا في اخطاء كتير قوي، في الانانيه وفي الكبرياء، في عيوب كتير او والعند يعني العيوب رصه ملهاش اول من اخر. وبعدين خدنا الاختلاف وازاي اتعامل معاه، وقلنا بتعامل معاه بثلاث حاجات: واحد تفادي الصدام، الثاني التحرك نحو الايه؟ الاعتدال في الصفه، وابقى عارف اني مهما عملت مش هنزل اكتر من درجتين ناحيه النص، وهو مهما عمل مش هيتحرك اكتر من درجتين، لكن قبولي ليه زي ما هو وسعي نحوه وسعي ناحيتنا هيكفينا جدا ان نكمل بعض بدل ما نتخانق مع بعض. النقطه الثالثه اللي احنا ما ذكرناهاش المره اللي فاتت واكتفينا بالاسئله، هو ان في احتياجات مش دايما شريك الحياه هو اللي هيكملها. عندك علاقات إنسانية تانية، عندك إخواتك، عندك أصدقائك، عندك زمايلك، عندك شركائك في الخدمة، عندك جسد المسيح، فأنت مش بتستمد كل احتياجاتك الإنسانية من إنسان واحد. احنا أصلا احتياجاتي الأساسية باخدها من مين؟ من ربنا. احتياجاتي الإنسانية مش هاخدها كلها من شخص واحد، مفيش حد عنده القدرة أن يملأ كل هذه الاحتياجات الشخصية. عشان كده لازم أبقى عارف ان في حاجات شريك حياتي مش هيقدر يدهاني للاخر. لو رجعنا للمثل بتاع اني انا كثير الكلام جدا وعايز يبقى هو كثير الكلام جدا، بالتواصل وبالتقارب هنقدر نتواصل مع بعض ونوصل لبعض المعلومات اللي تكفينا نعرف بعض وناخد قرارات في الحياة. بس انا عايز ارغي، انا عايز ايه؟ ارغي، وعايز حد يعمل ايه؟ يرغي معايا. 100 حد بيحب نفس الحكايه ديت وجوزه نفس المشكله، فنعمل ايه مع بعض؟ نمارس الهوايه مع بعضينا. انا بتكلم جد، انا بحب رياضه، بحب العب رياضه، وكانت هوايتي زمان يعني، وكانت هوايتي اني العب. ايمان كانت رياضتها انها بتجري، ده الرياضه بتاعتها، فدلوقتي بنمشي مع بعض وبنجري مع بعض. لو حبيت العب كوره مش هجيب ايمان تلعب معايا كوره، لو حبيت العب تنس مش لازم اجيب ايمان تلعب معايا تنس، هتتفرج عليا 5 دقايق وانا ما بعرفش العب كويس فهتزهق وهتمشي، عندها حق، مش لازم يعني تقعد تمرر روحها. لكن عندي صديقي بيلعب، هروح العب معاه تنس، هلعب معاه سكواش، وده لا يفسد للعلاقة وللود ايه قضية. اني ابقى عايز ان شريك حياتي يوفي كل متطلبات شخصيتي واحتياجاتها، افتكر ده انا بطلبه باكثر مما يستطيع انه يفعله. عايز قبل ما اسيب النقطة ديت اديكوا واجب، طلع ورقة بيضة خد القلم معاك، عايزك تكتب لستة صغيرة بعيوبك
اوبا، مش عيوبها، ها، مش عيوبك الشخصية. اكتب ليستك بعيوبك. لو تديهاني دلوقتي اذا ما لقيتش تبقى مصيبة، صح؟ انا شايف فيا العيوب ديت، واود بنعمة الله ومساعدة الاخرين اني اتخلص من عيوبي ديت. انا عندي العقدة ديت الشخصية، انا عندي صغر النفس ده، انا عندي العناد ده، انا عندي الحساسية المفرطة ديت اللي بتخليني كل حاجة بتوجعني. انا اقول شوية عيوب كده تفكركم بحاجات، يعني اساعدكم، ولا انهض بالتذكرة ذهنكم النقي؟ انا عندي كلو في كرامتي بيخليني دايما وارم وطالع كده، وبيخلي اي حاجة معدية توجعني، اسمه كلو الكرامة، يعني كده بالتحديد. يعني في أنواع مختلفة من الكلوز، منها الكرامة. أنا كسول جدا ومحبش أتعب، أنا ناقد جدا وكلامي لازع انا افكركم، يعني افكركم اختار واحدة منهم وقول دي انا هبتدي اشتغل على دي. اختار واحدة، قول دي بنعمة الله وهدور على حد يساعدني اني اتخلص منها في اقرب وقت، اني اطلع ده من حياتي، اطلع دي من منظومة حياتي. اختار واحد حط عليه علامة كبيرة جدا من الليستة ديت. ما تبصش في ورقة اللي جنبك، ما تغشش، احنا مش كتبنا تعاون. سؤال تاني هنا، سؤال ممكن الورقة، ايوه هنا، ما احنا عايزين ده يتسجل، عايزين المستمع يعمل اللي احنا بنعمله ده. ايوه حضرتك بتسال، بتطلب ليستة دي من الصفات الشخصيه ولا من المكتسبه؟ العيوب المكتسبه، المكتسبة. العيوب، مش بنتكلم على رقم اتنين، احنا قلنا في حاجتين، في عيوب بتخلص منها دي كلها ايه؟ مكتسبه. في صفات موروثه، دي انطوائي ولا انبساطي، ده عصبي ولا مش عصبي، ده مش عارف بيحب الاشياء بانجاز ولا البشر. ال 12 حاجه دول بتوع اختيار شريك الحياه، مش دول الليسته اللي بنتكلم عنها. كتبت، علمت على واحده وقلت بنعمه الله وبمساعده الاخرين اتعهد اني اتخلص منها في اقرب وقت ممكن. اسمح لي انك تدي الورقة دي لشريك حياتك. اسمح لي ان ده يكون جزء من تعهدك معاها. انا هشتغل على نفسي، انا عارف ايه مشاكلي، وانا بتعهد ان انا اشتغل على نفسي. ما تصلحلوش حاجة في ورقته، يعني خلي ده نوع من زي ما تعهدت، انا مش هحاول اغيرك، انا تعهدت النهارده اني هشتغل على ايه؟ على نفسي. وادي التعهد ده، انا شايف فيا العيوب ديت، وانا بتعهد اني ابدا بالعيب دوت عشان اشتغل عليه، وهحتفظ بالورقه ديت لغايه بنعمه ربنا في اقرب وقت اقطعها واقول انا تخلصت من هذه العيوب التي تدمر سعادتي بالذات الزوجيه. واضحه الفكره ديت؟ رجع الورقه بقى، خد الورقه عندك تاني. إيه؟ قول قول بالمايك. يعني انا مش عارف من ساعه ما اديتها الورقه هي بتضحك ليه. مستريحه مبسوطه يمكن، استريحتي، اطمنتي، خلاص في اي حاجه عايزه اضافه؟ لكن لكن سؤال هنا. ايوه طب هو مش غلط ان انا اوري له الورقه دي انا علمت على ايه عايزه اتغير فيه، او هو علم على ايه عايز؟ ده هيخليني عيني دايما على الحته اللي هو عايز يتغير فيها، لا هبقى براقبه.
لا بالعكس ولا لسه؟ بالعكس، لان انا هركز على مين؟ على نفسي. انا بركز على اللي انا هتغيره غصب عني، بس ده اعتراف منه هيشجعك وهيخليك تشوفي انه بيشتغل على الحاجه ديت. لو هو 10 واختار حاجه انت مش عارفاها مش هتشوفي انه بيتغير. فده اعتراف منه، ده عهد منه معاكي، فهماني؟ ده بيقطع معاكي عهد، انا مش هغيرك، انا دي عيوبي وهبتدي بالعيب ده اشتغل عليه. واضحه؟ الزواج عهد يا جماعه، بقطعه على نفسي مش بقطعه عليك. وعشان كده اللي بنحاول نعمله دي عهود بنقطعها على مين؟ على انفسنا. وقدامك مش مكسوف منك، انت الشخص اللي عايزك تبقى شايفني كما ايه؟ انا انت الذي لا اخجل منه، وكان كلاهما ايه؟ عريانين. واضحه؟ اتفقنا؟ نرجع الورق. نرجع الورق، تخلي ورقتك معاك، تخلي ورقتك معاك عشان نشتغل عليها. ايه؟ ايه؟ اي لاف يو. طب ماشي. ثلاثة. حد كتير بقى سأل الحكاية دي، طب اللي فات؟ طب اللي من قبل السيمينار ده، من قبل ما نسمع الكلام دوت يا حلوين، اللي احنا عملناه في بعض ده هنعمل فيه ايه؟ سهلة جدا يا جماعة، أسهل حاجة التعامل مع الماضي. أسهل حاجة التعامل مع الماضي. الماضي اعتراف وتوبة وغفران، يخلص ونطوي الصفحة وما نفتحهاش تاني، ويبقى كل يوم عندنا صفحة جديدة بدون ماضي. بدون ايه؟ ماضي. بولس بيقول أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام. بس لازم اللي فات ده نقفله على إيه؟ على نضيف. نقفله على نضيف. واتعلم بقى أن من قال وراح هعمل كده على طول، يعني مش هعمل كده مرة دلوقتي، أنا هعمل كده كل يوم. كل يوم هنقفل صفحته إيه؟ نضيفة. عشان كده حتى العنوان هنا التعامل مع الأخطاء والإساءات، العنوان هو كيف نجعل صفحة علاقتنا بيضاء وشفافة كل يوم. ده الهدف. هدف الشفافية أنا هننظفها وكل يوم نعمل إيه؟ نديها فم وننظف الإزاز. حضرتك لما بتسوق العربية بتعمل كده مع عربيتك وانت نازل الصبح، مش كده؟ بتنظف الإزاز. تمطر الدنيا تشغل المساح، يهب مش عارف إيه تشغل المساح. طول ما انت سايق لازم الإزاز يبقى إيه؟ يبقى شفاف. احنا هنعمل كده مع نفسنا. هنعمل كده عن طريق ايه؟ ازاي نحتفظ ده؟ ثلاث حاجات: الاعتراف وطلب الغفران، الغفران، العتاب. دول اكبر ثلاث حاجات، وخدناهم 100 مره قبل كده في 100 موضوع، يعني مش اول مره بقى دلوقتي، مش كده؟ اتكلمنا عنهم في نقاء القلب، واتكلمنا عنهم في الشفاء الداخلي، واتكلمنا عنهم في مبادئ العلاقات، قتلناهم بحثا. بس المراجعه برضو ايه؟ ما تخسرش. فاحنا هنراجع بسرعة، ومش هنراجع الحاجة، هنراجع ازاي اعملها. هنتكلم عن التكنيك بين العلاقة الايه؟ الزوجية. مش هنقعد نشرح الغفران، مش كده؟ ده احنا خدنا فيه كام حلقة في شفاء النفس، لكن هنقول ازاي نعمله، ازاي نعمله في العلاقة الزوجية، العلاقة الجميلة ديت، علاقة الرجل بشريكة حياته. واضحة؟ هنعمل ايه؟ يعقوب 3:2، لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. كم واحد فينا كده؟ يوحنا 1:2-8، إن قلنا أنا ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. محدش فينا ما بيغلطش، أنا أول واحد بغلط، وفي الكنيسة من على المنبر بقول أنا بغلط. إن كان يعقوب الرسول بيقول في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إزاي أنا وإنت بقى؟ فالاعتراف إني بغلط بيسهل الدنيا خالص. ولما نبتديها إحنا بنغلط يا جماعة، إحنا إيه؟ بنغلط، مفيش مشكلة خالص. بس هتعامل إزاي مع الغلط؟ هو دي القضية، هي دي الإيه؟ القضية. هعترف بالواقع
هعترف بالحقيقة، هصلح ولا مش هصلح؟ الفرق بين الخاطي وبين المؤمن، الصديق يسقط وإيه؟ ويقوم. الخاطي يسقط ويلعب في الطين. مش الفرق بين الصديق والخاطي ان ده بيغلط وده ما بيغلطش، ازاي بتعامل مع الغلط هو ده الايمان. بتعامل ازاي مع الغلط؟ كيف نتعامل مع الاساءة؟ ثلاث حاجات اتفقنا عليها: الاعتراف والاعتذار عند ارتكاب الغلط. غلط بعترف واطلب المغفرة. انا غلط، اسف، سامحني. افتكر ثلاث كلمات دي: انا غلط، اسف، سامحني. فبعترف اني غلطان وبتاسف على الغلط وبطلب الايه؟ المغفره. سهله قوي، ما تنقصش منهم كلمه: غلط، اسف، سامحني. عارفين العباره المشهوره دي؟ اخطيت سامحني، اخطيت سامحني، بنسمعها طول النهار في الكنيسه: اخطيت سامحني، اخطيت سامحني. فبعترف اني غلطان وبطلب المغفره. انا بقى عايز اضيف واحده في النص: ايه؟ اسف. ام سوري، اسف، انا متاسف على اللي انا عملته لاني بحبك وما كنتش احب ازعلك. غلط، اسف، سامحني. الاعتراف اقصر الطرق للتوافق والانسجام. الاعتراف اصدق تعبير عن التواضع واصدق تعبير عن الحب. وعدم الاعتراف اكبر تعبير عن الكبرياء وعزة النفس، وإني مش فارق معايا إني أطيب خاطرك، مش فارق معايا أطيب خاطرك. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ أنا زعلتك وبحبك، عايز أصالحك. أقصر طرق إني أصالحك إني أقول لك: أنا غلطان، أنا غلطان، حقك علي، سامحني، ما تزعلش مني. اجيب لك تورتايه، اجيب لك كيكايه، اجيب لك وردايه. سكه طويله قوي 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 قوي، معلش. مع كده هات هديه، ماشي، هات هديه، لكن يعني برضو حلوه، مفيش مانع بالهديه، بس الهديه من غير الكلمتين الواضحين دول سكه طويله قوي. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. أقصر الطريق للمصالحة، أقصر الطريق للمصالحة هو الاعتراف والاعتذار وطلب المغفرة. عندنا آية بتقول كده: متى 5:23-24: إن قدمت قربانك على المذبح، إذا رحت تصلي وتذكرت أن لأخيك، أيا كان شريك حياتك أو لمين بالأولى شريك حياتك، أن لأخيك شيئا عليك، أنت مديون له بحاجة، أنت عامل فيه عاملة وما رجعتها لوش، أنت واخد منه حاجة وما رجعتهاش، انت جرحته وما صلحتوش وما صالحتوش، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى صلي. يعني ربنا ربط علاقتي بيه بان اتصالح مع اخوي. شفت المنظر ده قدام عينيا مره مش هنساه. اختي الكبيره ملائكية قوي وحنينة قوي وحبوبة قوي، كنا دايما بنعتبرها، لان احنا كنا خمسة وهي الكبيرة بتاعتنا، كنا بنسميها ماما زعيرة. ماما زعيرة يعني ماما الصغيرة. فطبعا جوزت قبلنا قوي وخلفت، وبعدين مرة ابنها كان لسه يعني في ابتدائي او حاجة زي كده صغير، هو دلوقتي متجوز وعنده عيال. المهم يعني زعق لحد وغلط في حد بغض النظر مين، فقالت له اعتذر، فقال لها لا لا، وطلع يجري وعمال يعيط وعايز يرمي نفسه في حضنها. هي تقول له روح اعتذر، وهو بوسيني حضنيني حضنيني، روح اعتذر. فهو عمال يعيط، فهي ابتدت تعمل ايه كمان؟ هي ابتدت تعيط وبتقول له روح اعتذر. شايفين المنظر بقول عليه؟ ده ربنا. بجرح واحد بروح ارمي نفسه في حضنه. ربنا عايز ياخدني في حضنه وانا بعيط وربنا بيعيط، بس بيفضل يقول لي ايه؟ روح اعتذر. نتفرج على فيديو.
عامل ايه في شغلك؟ تمام شغال، انت عامل ايه؟ مطحون صدقني، بس ماشيه. قول لي عملت ايه مع المدير بتاعك بقى، كويس ولا ايه؟ يعني ظبط شويه، بس بيني وبينك انا بدور على شغل تاني، في فرصه كده لو جت هيبقى تمام قوي. الله، دي اخبار جامده جدا يا مان. يوسف لو سمحت الموضوع ده يبقى بيني وبينك. عيب عليك. عيب عليك قوي، بأمرت لما سيحتلي في الشله على البنت ياه اللي كنت اخطبها. يوسف انا زعلت منك قوي ساعتها. ايه ده، انت زعلت؟ انت شايف ايه؟ انا ما كانش قصدي يا مان، عموما لو زعلت انا انا مالك؟ انت لو زعلت انا مالك يا يوسف؟ ايه كويس؟ انا كويس، كنت بقول ايه؟ عموما لو زعلت يا سيدي انا خير يا دكتور. انتي ابولوجي سندروم. يعني يا دكتور معلش عشان احنا كنا ادبي. ده شلل مؤقت بيجي في حالات الاعتذار، بيصيب عضلات اللسان والحلق. وده خطير يا دكتور؟ لا لا لا، انا هكتب لك على دواء دلوقتي حالا وان شاء الله هتبقى كويس ان شاء الله. يا منى، يا منى. ايوه نعم نعم. فين يا هانم؟ فين الروشتات؟ مش معقوله يعني انت ما بتعرفيش تعملي اي حاجه خالص؟ اعمل انا ايه دلوقتي؟ اتفضل. شفت بقى يا دكتور، دايما حضرتك بتظلمني كده. انا 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 مش انت لوحدك يا دكتور، تجالك انتي ابولوجي سندروم. ناس كتير عندها السندروم ده، الانتي ابولوجي سندروم. بتقف هنا الكلمة ديت سهلة. اسف، قول كده، قول ورايا اسف، قول اسف، قولي لا يعني قولي، قول ايوه اسف، قول قول قول. اتمرن، اقف في المراية وقولها كتير. ايه؟ يعني اقل من قلتها. يعني اكيد كترها احسن من قلتها. سوري اسهل طيب من اسف؟ سوري اسهل؟ اه. ما هي نفس الكلمة بس بالانجليزي يعني مرسي. ايه؟ ايه؟ لا مش نفس الكلمة؟ لا. ايوه اشرح لنا ايه الفرق؟ في السندروم بقى ايوه بتاع ال يعني سوري دي لما بتخبط كتف واحد تقول له سوري عادي. يعني لما لو سمحت سوري سوري شويه كده سوري شويه، لكن كلمه اسف ليها زي بحبك، اسف ليها معنى. ايوه. اوقات مثلا بقول اسفه علشان خاطر ببقى عايزه ارضيه مش عشان خاطر مقتنعه بالموقف، بس برضو للأسف ما بيتقبلش لأنه المفروض أبقى مقتنعة بالموقف ده. بس إحنا برضو بنوصل لطريق إنه بنتناقش إنه يعني الحاجة دي مضايقاه، بس أنا حاسة أنا المفروض ما يتضايقش منها، بس أنا أسفة يعني أنا عايزة أرضيك أو أنا عايزة أبقى مش بعمل كده، بس أنا برضو مش مقتنعة. أنت حلو قوي، أنت حلو قوي. عندك رد أو حاجة؟ هايل. بالنسبه لي معناها يعني كلمه اسف دي معناها كبير قوي، رغم ان حضرتك بتقول سهله وصغيره. طبعا بحس انها رد للمسلوب، يعني انا سلبتك حقك واكيد زعلتك، وكمان بتحسسني انا حاسس بوجعك وهممني، فارق معايا ان انت موجوع. طبعا احنا قلنا الاعتراف وطلب المغفره ده تعبير هائل عن الحب وعن التواضع. طيب خليني اجاوب عليكي في دي. ازاي اعتذر؟ ازاي اعتذر العذر اللي بيخليه مقبول وما بيخلوش مجرد كلام ملوش معنى كتير على الفاضي؟ اوكي، ازاي اقدم اعتذار يوفي بالغرض، يوفي بالغرض برد المسلوب، باستعادة العلاقة، باحتفاظ الصفحة اللي بيننا بيضاء. عايز احتفظ بالتلات عبارات دول قدام حضرتكم. ان انا بعترف بالغلطة، سوري انا غلطت لما عملت كذا 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 كذا، فبقول انا غلطت. في الحاله دي انا مش مقتنع اني غلطت،
لكن اللي انا عملته ضايقه مش كده؟ فبعتذر اني ضايقته. فالموضوع ما بقاش اقتناع وعدم اقتناع. انا عملت حاجة هي بالنسبة لي مش غلط، بس الحاجة دي ضايقت الشخص اللي انا بحبه، فأقول له انا اسفة اني ضايقتك، اللي عملته ده بغض النظر صح ولا غلط ضايقك، انا بحبك وانا ضايقتك فانا عايز اعتذر، واوعدك اني مش هعمل كده تاني لان ده بيضايقك. ساعتها مش مهم هو صح ولا غلط، والشخص هيقبل ده. انا واضح؟ انا واضح؟ انا واضح؟ ايه عايز تردي؟ اتفضلي. يعني مش لازم، يعني انا عشان انا مش مقتنعة فانا ما اقدرش اوعده ان انا مش هعمل كده تاني. ما هي دي النقطة بقى، انت مش مقتنعة ان ده صح ولا غلط، بس هو اتجرح ولا لا؟ هو زعل ولا لا؟ بس انا بحبه، انا زعلته، انا ليه بعترف وبطلب الغفران؟ لاني بحبه ومش عايز ازعله، فانا عملت حاجة مش مقصودة بس زعلته. اللي انا عملته مش غلط، انا عملت حاجة غلط بس مش مقصودة، بس برضو زعلته كويس؟ فانا بطيب خطره، فبعترف اني زعلته، بتأسف اني زعلته، بطلب منه يسامحني اني زعلته، والمرة دي بقول انا ما كانش قصدي ازعلك، انا ما اعرفش ان ده ايه يزعلك. كويس قوي. بالنسبة له ده يكفي ولا لا؟ يكفي. انا اوعدك لاني مش عايز ازعلك مش هعمل كده تاني لان ده ايه بيزعلك، مش لانه صح او غلط، انت مش مقتنع انه غلط بس بيزعله. انا ابني مش بيحب الجبنة البيضة، هو اكل الجبنة البيضة حرام؟ مش حرام. لما بنقعد ناكل ونفتح الجبنة البيضة بيقوم هو قليل الادب يقعد ياكل، هو ما بيحبش الجبنة البيضة. كويس. فاحنا نعمل ايه لاننا عايزين يقعد معانا؟ نعمل ايه؟ ما بنجيبش جبنة البيضة على الترابيزة، اللي عايز يعمل الجبنة بيضة يروح يعملها لوحده وياكلها بعيد. كويس. علبة الجبنة البيضة دايما عندنا ايه؟ مقفولة ومتغطية عشان ريحتها. احنا بنحبه لاني بحبه مش عايز اضايقه وعايز يقعد ياكل معايا، فمش هاكل الاكل اللي معايا يخليه هو ايه يقوم. هو مش غلطان لانه مش بيحب الجبنة، انا مش غلطان لاني باكل الجبنة، بس انا مش هاكل الجبنة وهو معايا لانه لو كلت الجبنة وهو معايا هو مش هيعمل ايه، مش هياكل جبنة. الحب يا جماعة، الحب هو الدافع وراء كل ما نفعله، ولو كل حاجة عملتها عشان اوصل رسالة الحب عمرها ما هتت ايه تترفض، عمرها ما هتترفض لانها معمولة بالحب من اجل الحب، فدايما هتقبل من الشخص التاني. كويس. فاذا لو انا غلط وانا عارف ان ده غلط بقول سامحني انا غلط وما كانش مفروض اعمل كده، انا اسف سامحني، انا ما غلطتش لكن عملت حاجة ضايقته، انا اسف لاني ضايقتك، مشاعرك عندي اغلى من اي حاجة تانية، انا اسف اني عملت كده واوعدك اني هعمل جهدي اني لا اكرر هذا الفعل لاني مش عايز ازعلك. واضح بقول ايه؟ فده النقطة الاولانية. النقطة التانية ان هذا الاعتذار لازم يكون مباشر وواضح وصريح وليس فيه اي مواربة او التفاف. اتفقنا على الحكاية ديت؟ لازم مباشر وفي الوش كده واي كونتاكت وكلام واضح، لان ده معناه التواضع الحقيقي اللي بيهزم الشر وبيخلي التاني سهل قوي يروح واخدني في حضنه وبيسني ويقول لي ما تعتذرش خلاص 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 خلاص، فتحصل المصالحه الى اعمق ما يكون ما فيها. واضحه الفكره دي؟ ثلاثة، لما بعتذر لك ما بهاجمكش، ما بقول لك اصلك انت عملت باظ، يا ريتك ما اعتذرت، اصله كان ما هي غلطتك، ما انت اللي خلتني اعمل كده، ده مش اعتذار، ده مش اعتذار، ده مش طلب غفران، ده تبرير للي انا عملته. انا مش رايح ابرر، انا رايح بقول انا غلطان. لو انا غلطان لانك انت غلطت معناه انا ببرر ايه
غلطتي. انا مش برايح ابرر غلطتي، انا رايح ادين نفسي امامك واقول لك انا غلطان من فضلك سامحني. يمكن ده يخليه هو بقى يقول بس بصراحه انا اللي ابتديت وانا السبب دوت، انا اللي عايزك تسامحني. قالها ما قالهاش ماليش دعوه، انا عملت اللي ايه اللي عليا، انا ما بصلحوش، انا بصلح مين؟ نفسي. احنا قلنا اي حاجه مضاده لبعضها يا جماعه في السكه المبدا واضح وبينطبق في جميع، هو هو ما بنغيرش الكلام، ما بنمشيش على حبل، ما بنجيش عند دين حود وبعد دين حود وبعد دين حود، هي مبادئ مستقيمه ودغري وطوالي وما فيهاش لف ولا اي دوران. اتفضل. لما اقول اسف لازم اقول انا اسف على ايه؟ اه هو ده اللي بقول، انا بعترف لا بالغلط. اذا انا الغلط ده غير مقصود هقول انا ما كنتش قصدي بس انا ضايقك. لو حتى لو غلط ده انت بالنسبه لك مش غلط بعتذر اني انا زعلتك. اه يعني انا بقول انا اسف على ان انا عملت كذا بالزبط. لانه ساعات انا بتاسف على حاجه واللي يكون الزعل من حاجه تانية خالص تبقى مشكله تانية. انا خرجنا انا ومراتي وحصل موقف كده مثلا حسيت ان هي اتضايقت منه فبقول لها سوري يعني ما كانش مقصود قوي، فبتقول لي انا ما زعلتش من ده، انا اساسا زعلان ان انت عملت كذا. كويس. فيبقى انا هعتذر على تاني كمان. يبقى انا لازم وانا بتاسف ابقى مفهمها او اقول لها انها بتاسف على ايه بالظبط كده. طبعا معش كده قلت الاعتراف بالخطا. لو اذا عامل حاجه تانية انا مش واخد بالي منها فتقول لي بس انا زعلان من كذا، قول لها انا عملت كده انت انا عملت كده، انا اسف. طب يعني والحاجه اللي انا مش مقتنع بيها، الحاجه اللي هي الغلط اللي انا شايفها في رايح اعتذر له رغم ان هو في غلط، يعني هو مش انا مش مقتنع ان انا غلطت معاه بس هو مقتنع بالغلط، ففي مشكله في النص بعد ما اعتذر له عشان انا ضايقته، في اصلا حاجه مضايقانه، في حاجه واقفه في النص اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجه الغلط اللي هو مش يعني شايفها فيا وانا مش مقتنع ان هي غلط. لا اديني مثال كده تهت منك قوي. اوكي يعني زي ما خرجت مثلا وحصل موقف بره فهو اتضايق فانا بعتذر له ان انا ضايقته، لكن انا مش مقتنع ان الموقف اللي عمله اللي حصل بره دوت يستاهل ان هو يغلط او يزعل، يعني يستاهل انه يتضايق. كويس. بس اللي انا عملته ده ضايقه، وده نفس اللي قالته. ما انا اللي انا عملته ده ضايقه صح او غلط، انا ضايقته زي الجبنه. سوري يا حبيبي ان انا اكلت جبنه قدامك. هو اكل جبنه حرام؟ لا. بس الجبنه بتعمل له ايه؟ ارتجاريا، ريحتها بتخليه يستفرغ. كويس. فبالنسبه له انا عملته ده ايه؟ يضايقه. الى ان يتعالج من موضوع الجبنه دوت مش هاكل جبنه ايه قدامه. ليه؟ لاني بحبه. لا مش دلع، ده حب يا جماعه، ده حب. انا بحب الانسان ده، عايزه دايما اسعد واحد. انا مش بدور على ايه اللي يريحني، انا بدور على اللي ايه يريحه. انا بعمل له اللي بيريحه مش بعمل اللي يريحني. بس انا مش مقتنع ان هو غضب، يعني انا مش مقتنع ان هي تزعل مثلا يعني حاجه ما تستاهلش وهتتكرر كذا مره. طب هتتكرر. هي زعلت وما زعلتش؟ زعلت. يبقى الموقف ده بيزعلها ولا لا؟ كويس قوي. نتيجه حدث ماضي، نتيجه عقده شخصيه، نتيجه اي حاجه، بس بقت المفتاح ده عندها بايظ صح؟ ندوس عليه. سهلة جدا. المفتاح البايظ ما حدش يدوس عليه، الجرح ما حدش يلعب فيه بس. سوري انا ما كنتش عارف ان ده يضايقك، من النهارده عارف ان ده يضايقك فمش هعمله لغايه لما ده يبقى ما بيضايقكيش. ما تناقشش معاه. ما يا حبيبي لو بتناقش معاه يبقى بتلعب فين؟ فيها. يعني الله خلاص ربنا معاك يعني. ربنا معاك، سيبها للنعمه الالهيه. اتفقنا؟ ما بنغيرش بعض. لما هو يتغير هيجي يقول لي على فكره الموضوع ده بطل يضايقني. نقدر ناكل جبنه. نقدر نجيب صفيحه من ملاوي ونفتحها مع بعض ونستنشق الرائحه ديت. لا لما اروح لهم يقول يا حبيبي مالك جبنه بيضاء؟ مالك جبنه بيضاء؟ ده الناس شايفه ايه؟ دي ملاوي يا حبيبي، دي مش عارف ايه، ما هو اللي تفرق؟ بكلم روحي. صح؟ حاولت. يعني وبعدين اكتشفنا ما تحاولش تغير غيرك، ما بتحصلش. احيانا بحس ان انا بعمل كل ده وبتاسف وبعتذر ومره واتنين
وده ما بيتقبلش. ما بيتقبلش؟ اه. بالطريقة دي ما يتقبلش؟ اه. يعني ايه ما بيتقبلش؟ يعني يتقال لي ايه؟ هو خلاص يعني هو يعني حاسة انه الكرامة ما تتجرحش، فما ينفعش اصلا اعتذر ولا يعني مش هيحاول. ايوه يعني هو طلبه دلوقتي تنتحري مثلا او يعمل ايه؟ يعني هو مش قابل الاعتذار. هو مش قابل ان انا غلطت اصلا. يعني مش قابل ان انا غلطت اصلا. لا يعني هو مش معتبر انك غلطانه ولا ما يقبلش انك تغلطي. مراتي ما تغلطش. بالظبط. انا مراتي مدير عام ما تغلطش. فاهماني؟ بالظبط. طب انت غلطتي طلقك؟ لا الحمد لله. يعني عمل ايه يعني؟ ايوه اتفضل حضرتك. ايوه لا انا بحس يعني ساعات ان انا يعني لازم تعتذر وهي مقتنعه ان هي غلطت. يعني غير يعني ساعات بحس ان انا في اقتناع ان غلطت انا غلطانه واتوب واكل الطوب واتعشى بالمركوب. لا ساعات بحس كل حاجة. لا لا بقول لك كل حاجه. ايه اللي مطلوب؟ لا انا قصدي ان هي بحس ان هي جايه عشان هي حسيتني زعلان، فهي جت قالت لي سوري، بس هي جواها مش مقتنعه. انا بقول لها لما تقتنعي ممكن نتكلم. دي نفس يعني الفكرة اللي هناك. أمان. طب سألت سؤال، انت قلت لها انت مقتنعة اني غلطانة؟ قالت لا. ساعات. اي كويس. لان هي بالنسبة لها ده مش غلط، لكن بتقول لان ده بيضايقك انا مش هعمله. لان هي شايفاني بتضايق يعني. لا يعني ده بيضايقك فانا اوعدك اني مش هعمله تاني لان ده بيضايقك. انا ما كنتش عارف انه بيضايق. انا بالنسبة لي انا متعودة نعمل كده في البيت ما حدش بيتضايق. ان هي موضوع الجبنة البيضة. ده يزعلك في ايه؟ لا يزعلني ان هي مازال جواها نفس الحاجة. ان هي مختلفة معايا. طب يكره ايه؟ ما احنا مختلفين. ما هي دي المشكلة. والاختلاف لا يفسد للود قضية. ما هي تيجي تعملها تاني. ايوه احنا تربينا تربيات مختلفة، اللي مقبول هنا غير مقبول هناك. كويس؟ انا تربيت في بيتي على ان بابا لازم يقعد على رأس السفرة، بقى نترص كلنا وبعدين نقول النشيد الوطني وبعدين ناكل مثلا، يعني حاجة زي كده. فهي دخلت وراحت واكلة. فاهم؟ من غير ما تقول النشيد الوطني. فاهم؟ ازاي كده؟ انا متعود في بيتنا اعمل كده. انا ما كنتش عارف ان لازم نقول النشيد الوطني، من هنا ورايح هقول النشيد الوطني. انا باخد مثل طبعا هزار. واضح الفكره؟ فهمت خلاص، بس هي هتبقى مقتنعه منين هتبقى غلطانه. دي حاجه متعوده عليها شايفاها انها مش غلط. انت بالنسبه لك ده شيء غلط، فهمت انت بالنسبه لك شيء غلط مش هتعمله تاني. انا مش قابل ليه اعتذارها. لا هي يعني ممكن ساعات يجي وقت تقول لا انا ممكن اعمل ده تاني. يعني هي بتقول لي انا اسفه سوري انا مش هعمل ده يعني سوري ان انت متضايق بس انا ممكن اعمل ده تاني. فعشان كده مش قابل الاعتذار. ما ده اللي اتفقنا عليه النهارده، اني هقول بما ان ده بيضايقك انا مش هعمله تاني. يكفيك ولا لا؟ تمام. حضرتك راضي كده؟ تمام. مبسوطه كده؟ الحمد لله رب العالمين رب العالمين. عزيزي المشاهد أحبائي أشكركم عشان هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز. والسي دي هات الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا